بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نقوم بحل معادلات التي تحتوي على قيمة مطلقة حسابيا. لدينا المعادلة التالية: x ناقص 3 وتساوي 2. أول شيء نقوم به هو دراسة إشارة x ناقص 2 على r، يعني على مجموعة القيم الحقيقية. هنا لدينا x ناقص 3 وتساوي 0، هذا يستلزم بأن x وتساوي 3، أي هذه العبارة تنعدم لما x يساوي 3. نقوم بدراسة إشارة المعادلة على جدول التغيرات. نقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، x ناقص 3، هنا المعادلة تنعدم في 3. هنا بالطبع إشارة أ وهي موجبة، وهنا عكس إشارة أ. ثم نقوم الآن بكتابة عبارة القيمة المطلقة هنا. هنا x ناقص 3 لما نضربها في ناقص ترينا ناقص x زائد 3. من ناقص ما لا نهاية إلى 3 المعادلة تصبح ناقص x زائد 3. وفي الجهة الأخرى من 3 إلى زائد ما لا نهاية نضرب في الزائد، يعني x ناقص 3. الآن لدينا القيمة المطلقة لx ناقص 3 تساوي حالتان، تساوي ناقص x زائد 3 لما x أصغر من 3، وتساوي x زائد ناقص 3 لما x أكبر من أو يساوي 3. والآن نقوم بحل المعادلة. لما x ينتمي إلى ناقص ما لا نهاية إلى 3، تصبح لدينا x ناقص x زائد 3 تساوي 2. هذا يستلزم بأن x ناقص x ويساوي 2 ناقص 3 ناقص x وتساوي ناقص 1، هذا معناه أن x وتساوي 1. هذه الحل الأول. لما x ينتمي إلى 3 إلى المجال 3 إلى زائد ما لا نهاية، لدينا عبارة ثانية واللي هي x ناقص 3 وتساوي 2، هذا معناه بأن x وتساوي لما نأخذ 3 إلى الطرف الآخر تصبح لدينا 2 زائد 3 لنا x وتساوي 5. إذن مجموعة الحلول حسابيا ستساوي 1 و 5. فقط هنا لما نعوض في المعادلة، لدينا لما نعوض x بخمسة، خمسة ناقص ثلاثة، خمسة ناقص ثلاثة وتساوي قيمة مطلقة لاثنان، قيمة مطلقة لاثنان وتساوي اثنان، صحيح. لما نعوض x بواحد لدينا واحد ناقص ثلاثة وتساوي قيمة مطلقة ناقص اثنان، وقيمة مطلقة ناقص اثنان هي اثنان وتساوي اثنان، ومنه الحل محقق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.